وينضم إلينا من القدس المحتلة مراسلنا أحمد البديري أحمد أهلا بك تصريحات نتنياهو بأن إسرائيل ستعمل على الجبهة الشمالية لمنع تموضع إيران على هذه الجبهة أو تمكين إيران منها وكذلك تهديد لسوريا ولبنان بأن أي عمل عسكري ينطلق من أراضيهم فإن إسرائيل مستعدة للرد حدثنا عن هذا المشهد وتوظيفه السياسي أيضاً هنالك ثلاث قضايا مهمه القضيه الاولى هي قضية سياسية تحدث اليوم بنيامين نتنياهو خلال جلسه الحكومه الاسبوعيه وهدد عمليا حزب الله بأن اي تهديد اي عمليه بها يقوم بها الحزب ضد مواقع او ضد منشات او ضد اليات عسكريه اسرائيليه سوف يتم الرد عليها بقوه على المستوى الدبلوماسي اسرائيل حسب احد المصادر السياسيه الاسرائيليه ارسلت رساله الى حزب الله بانه اذا ما كان هنالك عمليه متوقعه او سوف تفكرون حتى بعمليه ضد اسرائيل فانه سوف يكون الرد قاسيا ولذلك ننصحكم بعدم الرد على مقتل احد عناصركم في سوريا الامر الذي حدث الاسبوع الماضي وهذه الرساله الدبلوماسيه التي تم ايصالها الى حزب الله عمليا هي جزء من الجهد الدبلوماسي لمنع ان يكون هنالك توتر اما عسكريا فالجيش الاسرائيلي مازال على حاله التاهب يمنع ان يكون هنالك تحرك للاليات العسكريه الاسرائيليه قرب الشريط الحدودي وبالتالي يمنع الدوريات العسكريه في المنطقه وذلك خشيه ان يتم استهدافها من قبل صواريخ الكورنت التي عمليا نتفكر في ايلول سبتمبر الماضي عندما كانت الامور مشابهه الى حد ما وكان الرد حزب الله بضربه من قبل صاروخ كورنت اصاب اليه عسكريه اسرائيليه دون ان يكون هنالك اصابات عند الجانب الاسرائيلي وبالتالي الامور في المنطقه المنطقة الشمالية هادئة ولكن حالة التاهب ما تزال موجودة، طبعا نتذكر قبل يومين كان هنالك زيارة لرئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مايك ميلي الذي عمليا تحدث مع الإسرائيليين حول الدعم الاستراتيجي، التحالف الاستراتيجي، خطر الأعداء المحتملين في منطقة الشرق الأوسط، لم يتحدثوا في التفاصيل طبعا الاجتماعات كانت اجتماعات عسكرية ولكن كان واضحا بالدعم الأمريكي الواضح لإسرائيل في حال نشوب أي مسلح مفتوح في المنطقة الشمالية. أحمد البديري مراسلنا من القدس المحتلة. شكرا جزيلا لك.